لما شغلك تبقى تناشد تستجدي العالم وتولول، شو دورك يا العامل قائد؟ بس شغلتك السلطة تهرول للعقب اللي يحب رمى جف، وتحت أباطك شلتي ملف، وبحد العادي مصطف، والعادي بجيشه متوغل. مجلس ثوري، مجلس ثوري، وكل قراراتك متمترسة خلف الشاشات، ووقت الحزة ولما احتاجك ليش بتختفي القوات؟ عفوا لو احرجتك يعني في رد الغاصب، مش معني زعجك رايي. طب اسمعني يا ابو العقبه والاجتماعات اللي حرق حوار الليله، المستوطن والمتقاعس، المسؤول قليل الحيله، سعره بسعر العادي الداعس، على قمتكو والقرارات، مو سائل فيكو يا بشوات، ناموا ارتاحوا عالدولارات، وارخيلي هالجفن الناعس. اصو ازعاج القائد عرفا أو شعراً، إثمه مش جائز. سلام.